مساء الخير متابعينا في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية هذه الليلة ونهار يوم غد. هذه الليلة يبقى الطقس بارد وغائم مع هطول الأمطار على فترات في أجزاء مختلفة من المملكة. بعض من هذه الأمطار ربما تكون رعدية أحيانا وغزيرة في بعض المناطق، كما ويتشكل الضباب بشكل كثيف أحيانا في مناطق واسعة من المرتفعات الجبلية إثر مرور سحب وغيوم منخفضة ملامسة لسطح الأرض. درجة الحرارة الصغرى هذه الليلة مثلا في العاصمة ما 9 درجات مئوية والأجواء باردة بشكل عام. أما نهار يوم غد فيتوقع استمرار تأثر المملكة بالمنخفض الجوي المصنف بأنه من الدرجة الثانية أي الدرجة الاعتيادية. يبقى الطقس غدا باردا وغائما مع هطول للأمطار على فترات، وربما تكون بعض من هذه الزخات المطرية أحيانا غزيرة ومترافقة مع حدوث الرعد. تبقى درجات الحرارة إجمالا أقل من معدلاتها العامة بقليل، وتكون الرياح جنوبية غربية ما بين المعتدلة إلى نشطة السرعة. نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا والصغرى ليلة الخميس على الجمعة. نبدأها من الشمال في إربد، تكون 16-11-16-10، عجون 12-6 درجات، وفي المفرق 15-10 درجات مئوية. العاصمة عمان 13-8 درجات مئوية، تكون في البحر الميت 20-14، مأدبة 14-9، السلط 15-9، والزرقاء 16-10 درجات مئوية. المناطق الجنوبية من المملكة في الكرك 10-6، الطفيل 11-6، معان 13-6، الشراع 10-5، وفي العقبة من 20 درجة مئوية في ساعة النهار، وتنخفض الصورة ليلاً إلى 12 درجة مئوية. شرق المملكة تكون بها أيضاً أجواء غالباً غائمة وملبدة بالسحب وأمطار على فترات، تكون في رويجة 15-9، الصفاوي 16-9، وفي الأزرق من 17 إلى 10 درجات مئوية. هذا كان كل ما لدينا حتى الساعة. دمتم بخير، إلى اللقاء.